وبهذه المناسبة يسرنا يكون معنا عبر الهاتف من الرباط الأستاذ محمد آيت بوسلهام رئيس منتدى الاستثمار المغربي الخليجي. أهلا بك أستاذ محمد في نشرة الأخبار. كيف تصف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة المغربية ومملكة البحرين؟ شكرا للاستضافة. طبعا العلاقات المغربية البحرينية هي ليست وليدة اليوم. المملكة المغربية وأول بلد يعترف ب استقلال وقيام مملكة البحرين الشقيقة في 15 أغسطس 1971، ومن ثم بنيت العلاقات على تطابق الرؤى واتفاق القيادة الرشيدة بين البلدين الشقيقين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخي صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظهم الله. العلاقات متينة بحكم الاتفاقية القائمة بين البلدين، ومتينة أيضا من خلال وجود مملكة البحرين ضمن اتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبرى، وهذه تساعد كثيرا في تعزيز التبادل التجاري. طبعا العلاقات السياسية قلنا متينة وقوية جدا. البحرين تساند الوحدة الترابية للمملكة، وكذلك المغرب يقف دائما إلى جانب وحدة وسيادة مملكة البحرين ضد أي تهديد أو خارجي، وبالتالي العلاقات التجارية والاقتصادية مهمة، ونتمنى أن ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية. المستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 200 مليون دولار أمريكي، وإلى غاية الآن نتمنى جد متوسط، نتمنى أن يرقى إلى مستوى أكبر بكثير. الاستثمارات موجودة من الجانب المغربي، أكثر من 430 شركة مغربية تتواجد بمملكة البحرين الشقيقة، وهناك كذلك شركات كبرى بحرينية موجودة في المغرب في قطاعات السياحة والعقار والبنوك. نأمل المزيد من تدفق الاستثمار، وأن يستفيد الأشقاء البحرينيين من فرص الاستثمار والبيئة المثالية الواعدة التي يوفرها توفرها المغرب بقيادة صاحب الجلالة، سواء من حيث التشجيعات في الضرائب أو في الرسوم الجمركية، وكذلك في توفير الأراضي وتوفير كل المزايا ووجود كفاءات ومهارات وخبرات عالية المستوى. طبعا البيئة المثالية وكل الظروف مواتية، فقط الأمر يحتاج إلى تعزيز هذه اللقاءات على مستويين: على مستوى تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين مملكة البحرين الشقيقة والمغرب، وكذلك تعزيز آلية التعاون على مستوى رجال الأعمال من خلال إحداث مجلس الأعمال البحريني المغربي. إذن في ضوء ذلك أستاذ محمد، كيف يعني تنظر إلى رؤيتكم لمستقبل هذا التعاون؟ المستقبل واعد جدا. الحمد لله أنه تم إطلاق خط طيران بين المملكة وبين المنامة وبين الدار البيضاء عبر طيران الخليج، وهذا يمكن من تسريع حركة زيارات رجال الأعمال وكذلك السياح من الجانبين. ونحتاج إلى إحداث نقل، يعني خط نقل بحري بين البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل التواصل بين الطرفين، إضافة إلى أهمية الاستفادة من المنطقة الحرة العربية الكبرى من الجانبين لرفع حجم التبادل التجاري وتسهيل ولوج الاستثمارات المغربية إلى السوق البحريني والبحرينية إلى السوق المغربي، والاستفادة من خبرات شركات الناشئة الواعدة في مملكة البحرين الشقيقة، ومن تجربة البحرين في المركز المالي الذي يعد قاعدة مالية بنكية عالمية. وكذلك المغرب ملهم للبحرين في عدة مجالات، ينبغي تحقيق هذه الاستفادة من خلال المنتديات والمعارض، ومن خلال كذلك وجود آلية عبر اللجنة التجارية المشتركة. المستقبل يزخم بكثير من الفرص الواعدة في المستقبل. ونأمل إن شاء الله أن يتحقق ذلك قريبا بإذن الله. من الرباط الأستاذ محمد آيت بوسلهام رئيس منتدى الاستثمار المغربي الخليجي، شكرا جزيلا لك.